يعني قصد الأذان للأجر فقط، أجر المادي يعني المالي. أول ما يجب أن نعلم من أذن ليأخذ الأجر، يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة، ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بنصحة من مصالح المسلمين كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وما أشبه ذلك. واضح؟ فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا يجوز، لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذا الوظيفة. ولكن يبقى النظر فيما سألت، هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول أنا أؤذن لأجل الراتب أو أؤم الناس لأجل الراتب؟ الجواب نقول لا، لا تنويها بالنية، هذه النية تحبط عملك، تحبط عملك، ولا يكون لك أجر من الأذان ولا أجر من الإمامة ولا أجر من القضاء ولا أجر من التدريس. تنوي أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من الراتب وتستعين به على أمور حياتك، فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى لك. ولكن قد يغلب الشيطان بني آدم ويقول أؤذن لأجل هذا العطاء، أدرس لأجل هذا العطاء. فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل العبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة، وسبق لأنه تقاضى أجره في الدنيا. إنه ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية. نعم.